أهلا وسهلا مشاهدينا، هذه عودة من جديد ودائما للمبدعين والمساحات المبدعة تفرض البراحات. نسعد جدا في هذه المساحة أنه يكون معنا واحدة من الشخصيات المبدعة جدا في مجاله، هو قاص وكاتب روائي الأستاذ حجازي سليمان. مرحب بك ومنورنا جدا عبر مساجدي. مرحب بكم، سعيد جدا بهذه الإطلالة في الغناء الفتية، في الغناء معشوقة الجماهير كما سميها. سعيد أكون بيناتكم. مرحبا أستاذ حجازي، وبنبارك لك كمان الإصدار الأولى ميتا همس. وقبل ما نمشي لميتا همس، الفيزياء يعني بما أنه أنت خريج في هذا المجال، العلاقة ما بين الفيزياء والكتابة والقصص القصيرة؟ الفيزياء طبعا زي ما شايف الاسم جاي من ميتا همس، من ميتافيزيكس أو من ميتافيزيغيا، يعني ما وراء الطبيعة. الفيزياء عالم كبير جدا، عالم له أبعاده، والواحد إذا داير يدخل فيه يعني صعب يطلع منه تماما. فأي مجال إذا دخلت فيه وما طلعت بأثر منه فبكون الحاجة دي ما أوكي، وأنت ما كنت ماشي بالطريقة الصح. زي الكتابات، أنت إذا ماشي في نص معين، قريت نص معين أو قريت كتاب معين أو رواية معينة أو قصة معينة وما تركت عليك أثر، فبالطبع ما بيكون أنت مشيت بصورة كويسة أو الكتابة ما كانت زي ما هي يعني. قبل ما نتطرق بصورة أكبر للقصص والقصص القصيرة تحديدا وكتاب ميتا همس، أنت في الأصل كاتب وصحفي وعندك كان العديد من الكتابات في صحف السيارة والإلكترونية حسب المعلومات اللي عندنا. فنتكلم عن الكتابة شوية بعدين نرجع لميتا همس. الكتابة طبعا حالة بتكون ملازمة للإنسان، وهي موهبة منذ القدم يعني. من الطفولة أنا كنت يعني شحست الذاكرة بالأشياء ولازمتني لفترة بعيدة. أول نص أنا كتبت أول قصة كانت في جريدة اسمها الباب المتركش باللغة العامية، الاسم باللغة العامية، تقريبا 2008. وفي متفرغات من القصص اتنشرت في مواقع كثيرة إلكترونية وصحف سيارة، وبجانب الكتابات الثانية، كتابات النقدية والدراسات الجمالية والقراءات لبعض الإصدارات اللي صدرت مؤخرا في الساحة الفنية السودانية. أما ما يخص ميتا همس فهذا يعني إنتاج خاص وله مكانة خاصة، والطفل الوليد الأول، وأنا بعتز به جدا يعني. فيه نصوص من بدري جدا، احتمال لها 10 سنة في التخمير لحد ما طلعت بهذه الهيئة اللي شايفينها. دلالات الاسم برضه، احنا نمشي معك كمان فيما يخص الفيزياء شوية، والمدة مدة انه انت يعني الاستغراقات فيما يخص المجموعة القصصية ميتا همس، من 200 انت بديت كفكرة انه تبدأ في المجموعة القصصية ميتا همس؟ البدايات تقريبا 2014 في الكتاب ده بداياته، لكن الاسم طبعا دي زي ما اتطرقوا لها بعض النقاد، انا في عندي نصوص كثير جدا ما بدون اسماء ما مسميها، لكن الكتاب ده بديت تجمع النصوص، والاسم كان اخر حاجه سميناه في النهايه يعني. ليه؟ لانه اخترناه او اخترته من النصوص الموحيه للحاجه للاسم، من الماورائيات، ما وراء الطبيعه، الفلسفه الوجوديه والحاجات زي كده. نبارك لك المولود الأول زي ما أنت سميته. ولكن يبقى يمكن السؤال الملح لكل قارئ ولكل مشاهد، لماذا القصص القصيرة دون الضروب لأنواع القصص الأخرى، خاصة وأنت زول كاتب وعندك كتابات كثيرة في ضمن نفسها الكتابات النقدية، ليه ضرب النصوص القصيرة؟ القصة القصيرة جدا، أنا هسه كنت حاضر اللقاء قبل شوية أستاذ ياسر عباس، ففي نموذج كان طرح قبل شوية قصة قصيرة جدا اللي هي خوج العثمان. يعني حاجة التكثيف والزمان والمكان والنهاية، فده أي نص مفروض يكون بطويل لكن بيكون مكثف جدا، فصعب على القاري إنه يقراه زي القصة الطويلة والرواية.
فإلا بمجهودة وتعيد النص كم مرة فحتى فهم. فخوج العثمان كان قصة قصيرة جدا في الخارطة الغنائية السودانية. ربنا يرحمه إن شاء الله. قصة قصيرة لكن يعني ما زالت باقية. ودل بيدل طبعا على جمال الصوت وايضا يعني الخطط الطموحه للمشروع الفني من اختيار لمفردات وايضا الحان والى اخره. تمام. قبل شويه ذكرنا يعني سريعا كده الدراسات النقديه، اهميه الدراسات النقديه وانت ناقد، ماذا تضيف للمشهد الادبي السوداني وماذا تضيف ايضا للكاتب؟ الدراسات النقديه بطبيعه الحال هي مدارس مختصه تماما في هذا المجال، وعندها ناس قايمين بها وبدراسات ومتطوره بتطور الادب. يعني هسه في القصه القصيره دي، القصه القصيره جدا من الادب الحديث، وجات بعدها القصه الومضه، يعني ممكن ثلاث اربع كلمات دي تكون قصه، فاذا فككوها وحللوها بتكون حاجه كبيره جدا. فالناس القايمين على هذا الامر والنقاد والمحللين الثقافيين المختصين هم بيقوموا الاشياء وبتكون يعني ماشي في التراك حق الادب. استاذ انت ناقد بدرجه كبيره لعدد من الكتب، او يعني نظره الناقد عموما، ماذا ان كتب الناقد نفسه؟ طبعا سئلت السؤال ده قبل الحلقه. فال بيقولوا عين الرضا قليله، صح؟ فشنو الواحد لما يكتب بيكون هو كاتب بس، لكن اذا جاء شاف عمله ده بعين القراء او بعين القارئ او بعين النقد تفرق كثير. ممكن انا اكون كاتب الحاجه دي واكون نقدي لها بطريقه ثانيه، لكن ما غير في مسار الكتابه حقتي. ممكن اكون عندي قصه يا هزاتها بنفس ادواتها وحاجاتها طلعت بالطريقه دي، واقدم لها دراسه نقديه انا ذاتي، وتكون دراسه نقديه كناقد حجاز الناقد، فبتكون مختلفه تماما. صحيح. السودان بلد متعدد الثقافات وايضا صحيح. يعني بنمتلك، ونحن في السودان بنمتلك امكانات وموارد كبيره جدا وتنوع مختلف في مختلف الاصعده. لاي مدى ممكن من خلالكم انتم ككتاب تظهروا المساحات دي في المكتبات العالميه؟ والله طبعا ده حصل بالتاكيد. يعني سابقا طبعا الطيب صالح والعديد من الاسماء. الطيب صالح هسه في ناس مؤخرا 2020 او 2022 عندنا ناس كتاب فازوا على مستوى العالم. صحيح. على مستوى الوطن العربي. صحيح. كتاب كثيرين جدا على مستوى القصه القصيره، مستوى الروايه، وعلى مستوى النقد، الدراسات النقديه، وعلى مستوى الترجمات، حتى الروايات المرئيه. يعني بدون ذكر اسماء كميه منهم، يعني اذا ممكن نخصص حلقه ممكن نتكلم عنهم يعني بالتفصيل. كميه من الشباب. وأنا بحييهم جميعا أصدقائي الكتاب. أخيرا أستاذ حجازي، كيف تنظر لواقع الحركة الأدبية في السودان؟ أنت جاوبت نصف السؤال، قلت أنه حاليا في حراك للعالمية وفي عدد كبير جدا من الكتاب ومن القاصر هم للعالمية، لكن مستقبلا هل هي حاجة مؤقتة ولا ممكن بالفعل أنه نحن مستقبل الرواية أو القصة هي بأمان؟ والله الحركة حاليا يعني الساحة تعجوا بالكتاب تماما، بس يعني دارين شوية زيادة في المدارس النقدية عشان شوية نقدر الأمور تمشي أكثر من كده. ودور النشر طبعا لها دور كبير جدا، شغالة بصورة كويسة وقاعد تنتج عدد كبير جدا من الإصدارات في كل شهر وفي كل أسبوع، ومن هنا لهم التحية. ولك ايضا شكرا كثر خيرك استاذ حجازي على وجودك معنا، ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. شكرا كثر خيرك. وانا سعيد بكم وبناتكم ان شاء الله. قبل ان ننتقل للفاصل الاعلاني نتناول جزء من كتاب ميتا همس، هو مدخر. كان يجلس في غرفته المطله على شرفه شرقيه تغازله اشعه الشمس في الصباح. احضرت زوجته الشاي، مدت يدها ورفعت كتابا ملقيا على الطاوله. سقط منه طريق ما، لمحت فتاة تهرول وتتبعها خطوة حزينة، وقع الكأس من يدها، اخضر العشب في كل الطرحات. بعد الفاصل نواصل. شكرا.